أهلا بكم. يواصل متظاهرو العراق احتجاجاتهم السلمية المطالبة بإسقاط العملية السياسية على الرغم من عمليات القمع والتنكيل الحكومي، في حين تحرص الأحزاب الحاكمة على استغلال أي فرصة للالتفاف على مطالب تظاهرات المنتفضين المطالبة بإسقاط النظام. وترى وسائل إعلام غربية ومراقبون أن مقتل قاسم سليماني في العراق قد تتخذه الأحزاب ذريعة لافتعال الأزمات وصرف الأنظار عن تصاعد الاحتجاجات السلمية التي باتت أشبه بكابوس يقض مضاجع الأحزاب الموالية لإيران ويهدد بقائها. نرحب في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كما ونرحب بضيفنا في عبر الهاتف من بغداد الناشط باسم الحارث. أهلا بكم من جديد. أبدأ معك الناشط باسم الحارث، هذا الحضور الطلابي الكبير والمستمر كيف تراه في ظل ما حصل يوم أمس، خاصة من قمع للمعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد؟ نعم أستاذ باسم الحارث، هل تسمعني؟ نعم أستاذ. مرحبا بك، أجدد الترحيب بك. سألتك، هذا الحضور الطلابي الكبير والمستمر خاصة يوم أمس الاعتصام الذي حدث أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعرض الطلاب إلى قمع من قبل مكافحة الشغب، كيف ترى إصرار الطلاب على استمرارهم في الإضراب وفي الاعتصام؟ ما أعرف الصوت واضح؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يوم البارحة كان اعتداء واضح على المتظاهرين. بالحقيقة كان هناك خلط الأوراق يعني بين المتظاهرين والمندسين الذين يحاولون دائما خلط الأوراق وتوجيه بوصلة المتظاهرين إلى العنف والمشاكل الموجودة. الحقيقة هي هذه. نعم. طبعا العمليه واضحه يعني ما يرادها، لكن اللي يطيدون في الماء العكر دائما واللي يحاولون يشوهون الاهداف الواضحه والحقيقيه والساميه للتظاهرات الموجوده. احنا ما ننكر ان هناك بعض التصرفات الصبيانيه اللي من الجريمه ومن المؤلم ان تحسب على المتظاهرين. نعم سيد باسم، يعني يوم أمس القوات الحكومية هاجمت الطلبة المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم وقامت بكسر ساق أحد الطلبة، يعني كيف ترى خطوة الاعتصام أمام وزارة التعليم العالي وكيف ترى الرد من قبل مكافحة الشغب؟ وكذلك كانت هناك أنباء تحدثت عن اختطاف أو اعتقال 10 طلاب من المعتصمين. أستاذ العزيز، طبعا المعتدلين دائما في طبعا دائما نكرر ونعيد انه لا يوجد من يقود هذه التظاهرات وطنية، لكن هناك تصرفات ممكن نعتبرها جهادات شخصية. كل احنا شكلنا بعض الوفود للجامعات حقيقة ورؤساء الجامعات للكليات الأهلية والحكومية، كان هناك تعاون يعني حقيقة هاي يعني ما يجوز من فرها ونفخ حق الآخرين. كان هناك تعاون من الأساتذة بالجامعات من رؤساء الجامعات، نادر ما لقينا. طبعا هذا الفريق اللي ويانا، يعني ما أعرف أنه أكو هناك فرق راحت الجامعات وطلبت منهم أنه يسمحوا لهم يعني وقت اللي ويانا. كل طبعا رحبوا بينا. نعم. الكليات متعاونة تعاون كبير بهذا المجال. الغيابات أكدونا أنه ما راح تكون غيابات يعني أو فصل الكثير من الطلبة، كل الطلبة المتظاهرين حقيقة، أضافة إلى أنه حتى اللي هو أساسا ما موجود بالتظاهرة لكن ما نداوم هذا أهم راح يشمل ويا المتظاهرين. فلغة التصعيد مع وزارة التعليم العالي
صراحه كان لها ردود فعل قويه تحت التظاهر. نعم. الى اي مدى ترى ان التصعيد كان يعني مهما في هذا التوقيت في ظل التهديدات التي تمارسها وزارة التعليم ضد الطلبة والكادر التدريسي، وكان من المفترض بأنها قررت عودة الدوام يوم أمس يوم الأحد، إلى أي مدى؟ طبعا هو هذا تواجه برفض تقريبا 70% إلى 80% من المتظاهرين. الأهداف كانت أنه يكمل تشكيل الحكومة الجديدة، يختار رئيس وزراء جديد، بلش عملية الإصلاح الحقيقي يعني اللي يطالب بها المتظاهر. نعم. الدراسية والكل يرجع الدوامة بدون أي مشاكل. قبل هذا إذا ما صارت هذه الأشياء يعني من الصعب أن واحد يتكهن أنه شنو راح يصير، أكيد لأنه ما حققت شيء، لازلنا إحنا ما محققين شيء من مطالب المتظاهرين، فذلك راح تكون ردة فعل قوية يعني. نعم. كيف ترى تحذير وأنت ناشط لجنة التعليم العالي النيابية مما سمت بانتكاسة جديدة للجامعات، فيما أكدت رفضها لأي عقوبات تفرض ضد الطلبة داعية إلى ضرورة دعم التظاهر السلمي؟ سابق العزيز، طبعا احنا الإعلام عندنا نوعين، نوع فيه تشويه الحقائق. احنا صراحة هذا شيء لمسناه، انا قلت لك ما نقدر نبخس حق لمثناء، لكن اللي صدر من وزارة التعليم هو فعلا يعني ممكن انه يسبب احتقان بالشارع، بس كان الممكن يعني هو اللي كان ما نقول عليه يعني، المهم هو صار بعد وصارت الامور. طبعا هذه الامور كلها مرفوضة جملة وتفصيلة، نحاول قدر الامكان عدم فتح الساحات وانتقال الى ساحات ثانية. حقوق الطلبة موجودة بساحة التحرير مثل ما حقوق كل العراقيين اللي جاي نطالب بها الآن هي تنطلق من ساحة التحرير. يعني الرجاء نطلب من الجميع أنه لا يشتتون الساحة، لأنه الأهداف راح تشتت وياها. فلذلك حقوق الطلبة تأخذ ولن نبخس حق أي متظاهر ما راح ينبغن حقه وراح يتعامل تعامل عنيف او يتخذون بحقه اجراءات فصل، او هذا شيء من عنده. واحنا بصراحه مجموعتنا ماخذين الاوكي بهذا الشيء. فنطلب اخواننا المتظاهرين خصوصا الطلبه اللي هم يشكلون نسبه كبيره في ساحه التظاهر الالتزام بالسلميه وعدم التصعيد، لان هناك من يتصيد في ماء العكر ويحاول خلط الاوراق. نعم. أستاذ باسم، وأنت ناشط في العاصمة بغداد الآن، كيف تشاهد الحضور إن كان في ساحة التحرير؟ كيف ترى الاعتصام؟ كيف تنقل لنا من عزيمة المتظاهرين هناك؟ طبعا أنا بصراحة أعتبر القرار وزارة التعليم العالي هو صدمة إحياء للمتظاهرين. الأيام السابقة بدأت الأعداد يعني تقل تدريجيا، تقل يعني نسبة ما، لكن بعد قرار وزارة التعليم العالي قاعد نشوف يعني بالعكس صارت إيجابية بالنسبة للساحة، لساحة التظاهر. نعم. ساحة التحرير ازداد، وخصوصا اللي هم طلاب الجامعات زادت الأعداد وأعداد غفيرة، وحتى صار اتفاق مبدئي من طلبه الجامعات انه راح يتحول هذا الشيء من مطالبتهم بحقوقهم من ساحه التحرير. نعم. الناشط باسم الحارث كان معنا من العاصمه بغداد، شكرا جزيلا لك. استاذ نظير الكندوري، يوم امس اعتقلت القوات الحكوميه والميليشيات عددا من الطلبه المعتصمين امام مبنى وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، شاهدنا الكثير من المقاطع المصوره المتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، كيف قامت هذه القوات باقتحام خيم المعتصمين في ظل تهديد واضح من وزارة التعليم العالي بمعاقبة الطلاب إذا لم يقوموا أو يعودوا إلى الدوام يوم أمس، كيف تقرأ الموقف في ظل هذا القمع من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ بداية مساء الخير ومساء الخير لضيوفك والمشاهدين الكرام. حقيقة ما تراه يعني من عملية
ضرب لهؤلاء الناشطين، لهؤلاء الطلبة، ما هو إلا يعني صورة عن التخلف الذي يعيشه النظام؟ ولا ما الذي يجرئ هذه القوات الأمنية والميليشيات على الاعتداء على طلبة هم مستقبل هذا البلد؟ وماذا سيكون يعني في داخل هؤلاء الطلبة من ذكريات عن هذا النظام حينما يكون لهم زمام الأمور في تسلم قيادة هذا البلد؟ الحقيقة أن يعني محاربة هذه الطبقة من المجتمع يعني حكم على البلد بأنه سيبقى جاهلا. هذه يعني في بداية الانتفاضة حينما شارك الطلبة بعد أيام من اندلاعها يوم 1 تشرين، الجميع استبشر خيرا بأن الثورات عندما ينخرط فيها شريحة الطلاب لا بد وإنها ستنتصر، وهذا ما يعني شهدناه في هذا الانتفاضة منذ بداية 1 تشرين، ولحد الآن أعطت شريحة الطلاب زخما كبيرا إلى تظاهرات تشرين، والآن يحاولون بطريقة ما مساومة هؤلاء الطلاب على مصيرهم الدراسي، بحيث أنهم سوف يعني يفصلون الطلبة المتغيبين وإجراءات بحقهم عقابية لخسارة مستقبلهم، وهذا ربما سينقلب ضدهم وسيعكس صورة أخرى، سيجعل الطلبة أكثر ثورة وأكثر اندفاعا لإزالة هذا النظام، لأن هذا النظام هو يغامر بمستقبلهم الدراسي، يغامر بمستقبلهم في بناء هذا البلد. الحقيقة هذا النظام من تخبط إلى تخبط، ويعادي أهم شريحة بالمجتمع. إذا ما عاد الطلبة فمعناها أنه عاد نخبة المجتمع العراقي. نعم. وبالتأكيد سوف يكون مصير هذا النظام السقوط لا محالة. نعم أستاذ نظير، وأنت متخصص وكاتب في الشأن العراقي، دائما ما نسمع من المسؤولين في وزارة التعليم العالي أو المسؤولين السياسيين بأن هذا الإضراب عن الدوام يضر بمصلحة الطلبة، يضر بمصلحة جيل لعام دراسي ربما يمتد هذا التأخير، وكلنا نعرف بأن المنظومة التعليمية في تراجع منذ العام 2003 ولغاية الآن، لا وظائف للخريجين، أكثر من 100,000 خريج يتخرج سنويا في العراق، الوظائف تكون جدا محدودة على عدد محدود من الخريجين، كذلك عدم توفر بنية تحتية للطلاب، إذا تحدثنا من المرحلة الابتدائية ولغاية المرحلة الجامعية. هل هذا التخويف من أنه ضياع سنة دراسية يجدي نفعا في ظل كل هذه الظروف؟ يعني أنا ما أرى هذا بث هذه المخاوف هو كلام حق لكن يراد به باطل. الحقيقة الطالب الآن يفكر، يعني سواء طالب الإعدادية أو طالب الجامعي، يفكر أنه حتى لو أكمل الدراسة، يعني رجع إلى مقاعد دراسة وأكمل دراسته، وبالنهاية ماذا سيكون؟ أين سيكون مستقبله؟ لا يوجد هناك يعني تعيين بالدولة، ولا يوجد أيضا شركات خاصة تقوم بالعمل لكي ينخرط فيها، وسوق العمل محدود جدا، والبطالة منتشرة بشكل كبير. هذا الطالب هو يعني كما قلت لك هم نخبة المجتمع، هم يعرفون ماذا سيكون المستقبل إذا استمر هذا النظام بالحكم. هو يعلم بأن العملية التربوية سوف لن تؤدي إلى شيء، وسيكون الطالب بعد دراسته ربما يمتهن مهنة لا تتناسب مع قدراته. وبالتالي يعني هذا التخويف يعني ما هو إلا لي يعني إبطال هذه الطبقة الطلابية من الانخراط في التظاهرات. وكل يوم نحن نشهد فبركة جديدة، خدعة جديدة يقوم بها النظام لتقليل زخم هذه التظاهرات. كما تعلم أخي الكريم، يعني هذه الشريحة الطلابية اللي هي يعني من عمر الإعدادية ربما من 16 سنة إلى حد عمر نهاية الجامعة ربما 22 إلى 23 سنة، هي تقريبا يعني المادة الأساسية للتظاهرات والاحتجاجات التي تقوم في العراق. ولذلك عن طريق هذا التخويف يظنون أنهم سوف يحيدون شريحة ضخمة ومهمة من جسد هذه التظاهرات. لكن الطلبة العراقيين
يعني يبدو أنهم أوعى بكثير من أساس العراقيين، ويدركون بأن هذا التهديد لن يعني يؤتي ثماره وسوف يستمرون بتظاهراتهم. لماذا؟ لأنه هذا الطالب إذا يريد مستقبل يجب أن يكون هناك نظام عادل، نظام سياسي يعطي الحقوق للجميع. نعم. هو من سيضمن مستقبله الدراسي بعد نهاية دراسته. نعم أستاذ نظير، يعني عندما تحذر لجنة التعليم العالي النيابية مما سمت بانتكاسة جديدة للجامعات، فيما أكدت طبعا رفضها لأي عقوبات تفرض ضد الطلبة، داعية إلى ضرورة دعم التظاهر السلمي، يعني لجنة التعليم العالي النيابية كيف ترى عملها إن كان في هذه الدورة أو الدورات السابقة تجاه التعليم؟ وكما أشرنا قبل قليل في التساؤل بأن مستوى التعليم في العراق في تراجع، حتى بأن التصنيف العالمي قد أخرج العراق إن كان من التعليم في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو حتى الجامعية. ما هو دور هذه اللجنة، لجنة التعليم النيابية التي كانت مرافقة منذ العام 2005 ولغاية الآن؟ أنا لا أتحدث عن دور هؤلاء. نعم. هم حالهم حال بقية النواب، لا يأتي إلا لمصلحة إما حزبية أو مصلحة شخصية. نعم. ومن قضاء هذه الفترة سيكون قد جمع ما يكفيه لبقية عمره. أنا أقول أن العملية التربوية، العملية التعليمية منذ الاحتلال عام 2003. نعم. وهي في انحدار إلى حد الآن، سواء من البنية التحتية للعملية التربوية أو المناهج التربوية والتعليمية، نلاحظ بالاتجاهين أن هناك انحدار، هناك نقص الآن عدد كبير في المدارس. الآن حتى الجامعات بدأت يعني تزيف الشهادات الجامعية، هناك جامعات أهلية لا تحمل سوى اسمها، لا تعطي مادة دراسية، مادة علمية حقيقية تؤهل هذا المتخرج ليكون له دور في المجتمع. نفس الشيء في المناهج الدراسية للمراحل يعني الإعدادية والمتوسطة، بل إنهم بدأوا يدخلون مناهج طائفية، وهذا يعني موضوع خطير جدا. نعم. يعني أنت إذا أردت أن تفني مجتمعا فعليك أن تفسد التعليم، لأن هذا التعليم هو سيكون يعني هو الذي سيطرح للمجتمع الطبقة السياسية، الطبقة الصناعية، في كل مجالات. نعم. الحياة هم من هذه العملية التربوية، فإذا فسدت فسد المجتمع كله. حقيقة هذا النظام الحالي هو ده يقوم بموضوع تخريبي بشكل كبير، وإلا فسر لي ما يعني أن يكون في رفعة العلم يعني يعملون اللطميات والشعارات الطائفية. ماذا يعني أنه الطالب بدلا أن يتعلم يردد مثل هذه الشعارات ومثل هذه الغيبيات؟ بل هناك يعني مناهج في غاية الطائفية تحدث على مستوى الابتدائي والمراحل الأخرى. حقيقة هذه اللجنة التي تتحدث عنها آخر همها أن ترفع من المستوى التعليمي. يعني نحن عشنا يعني سنوات الحصار وعشنا ما قبلها، وربما تجد شخوصها غير يعني ليس لهم علاقة بالاختصاص إن كان بالتعليم أو الدفاع. نعم. إنما هي فقط محاصصة طائفية. نعم. يعني يكون مقعد لهذا الحزب، مقعد لهذا الحزب، حتى على مستوى الوزارة، وزارة التعليم أو وزارة التربية. نعم. أيضا تكون هي عبارة عن محاصصة، وخططها كيف أنه يسخر إمكانيات هذه الوزارة إلى هذا الحزب. طبعا كما تعلم أخي، وزارة التربية ووزارة التعليم من الوزارات التي تتنافس بشدة عليها الأحزاب. نعم. لماذا؟ لأنه تمتلك ميزانيات ضخمة، وبالتالي هو يحاول الذي يمسك هذه الوزارة أن يجير هذه الإمكانيات إلى الحزب الذي ينتمي له. يعني حقيقة هذا ليس بلد. نعم. هناك يعني غبن لحقوق الشعب، لحقوق الطلاب. نعم. وبالتالي لن يكون لهذا البلد مستقبل إذا فسدت العملية التعليمية. نعم أستاذ، يعني عندما يتم الحديث عن إعادة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، إعادة تكليفه مرة أخرى في من خلال صفقات سياسية في اليومين الماضيين، يعني هذا يدفع شريحة الطلاب ويدفع المتظاهرين ويدفع المعتصمين إلى الإصرار وإلى الازدياد من ناحية الأعداد. ماذا تتوقع إن كانت الحكومة أو البرلمان أو الكتل السياسية عندما تقوم بإعادة شخص يرفضه الشارع، شخص
متهم بقتل أكثر من 600 متظاهر سلمي وجرح أكثر من 20,000 متظاهر سلمي. ماذا تريد؟ هل تريد بأن الطالب أو المعتصم يقول لهم أهلا وسهلا سوف أعود إلى الجامعة؟ يعني أنا أرى أن هذه الكتل السياسية حينما تفكر بإعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة وزراء مرة ثانية هي دليل على أنهم يقرون بفشلهم وأنهم لا يجدون شخصية ترضي الجماهير وبنفس الوقت ترضي هذه الأحزاب التي رشحتها. أنا أقول يعني هذا الرجل الذي لماذا استقال؟ هو استقال من أجل أنه لم يستطيع تلبية مطالب المتظاهرين ولا ليست لديه القدرة على إدارة هذه الأزمة التي حصلت، وبالتالي هو يعني احترم نفسه، يمكننا أن نقول ذلك، بعد أن قتل يعني بضعة مئات وجرح بضعة آلاف وقرر أن يستقيل. حتى في استقالته لم يذكر هذا، لم يذكر هذا يعني قال تلبية لخطبة المرجعية. أنا أقول لك نعم. شيء آخر، يعني حتى أنه لم يذكر موضوع القتل والجرح ولم يترحم نعم. عليهم، ربما لأنه يفكر هو لم يكن له دور حقيقة. هذه حكومة كرتونية، من قتل ومن جرح هي الميليشيات المسيطرة فعليا على الحكم نعم. من يدير الحكم ليس عادل عبد المهدي، إنما من يديرها هذه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. لذلك عندما استقال الموضوع لم يتغير، ما زال البطش، ما زال القتل، ما زال عدم تلبية مطالب المتظاهرين، فهي شيء يعني الحكومة الحقيقية بيد الميليشيات. أما إعادة تكليفة لعادل عبد المهدي كون أنهم عجزوا عن إيجاد شخصية مقبولة من الناس، هم يقرون بأن هذه الشخصية المتمثلة برئاسة الوزراء ليس لها دور، والدور الحقيقي هي الأحزاب والميليشيات، هي التي تتحكم بالوضع الأمني والسياسي في البلد. وإلا يعني كيف يعني أنه سيرضى المتظاهرين بمرة ثانية إعادة تكليف عادل عبد المهدي وكأن لم يكن شيء، وكأنما لن تمضي على هذه التظاهرات 3 أشهر دفعوا فيها من الدماء الزكية وعبروا ما بقدر ما يستطيعون عما يريد الشعب العراقي. حقيقة هؤلاء يضحكون على نفوسهم ولا يستطيعون أن يضحكون على الشعب العراقي. نعم، أعود إليك يا أستاذ نظير الكندوري. طبعا أعزائي المشاهدين، مع تصاعد وتيرة عمليات الخطف ضد الناشطين والصحفيين، نظم عدد من الناشطين في بغداد وقفة تضامنية في ساحة كهرمان للتنديد باختطاف الناشط في تظاهرات ساحل التحرير محمد العبودي. لنستمع معا لأهم ما قالوا. اليوم بسبب اختطاف أحد الناشطين البارزين في ساحة التحرير، ناشط مدني محمد فاضل العبودي، وهاي نعتبرها إجراءات هي منافية للدستور وحرية التعبير عن الرأي. محمد نايم بالخيمة بالتحرير يطالب بحقوق الفقراء، حاله حال آخرين وحاله حال من حالي. اطلقوا سراح محمد، محمد يدور تعيين ترى، يدور عيشة كريمة، يدور حياة كريمة، يدور وطن آمن، وطن مستقر، عدم منتهك سيادة الوطن. محمد يدور على الشباب اللي وياه يتزوجون يعيشون حياتهم، ما طالعين بطار. عن كل المساوئ اللي سوتها الدولة ويا الشباب اللي اختطفتهم والقتلتهم والغيبتهم والمنعتهم، بس هذا كرمز الآن، وإحنا كلهم رموز اللي أنطوا 600. الحرب العالمية ما أنطت 600، شعب العراق أنطى 600 شاب و25,000 جريح. دولتي إيش؟ حكومتي إيش؟ المن نسأل والمن؟ فهاي اللي نقدر عليه سلمي جينا سوينا هاي، بس إحنا ممكن نسوي الأكثر بس بشكل سلمي، لأن إحنا وطننا هو مريد نخربه. نعم أستاذ نظير، استمعنا إلى بعض ردود أفعال الناس حول اختطاف الناشط محمد العبودي. عمليات استمرار الخطف والاغتيال، اليوم تم اغتيال شخص مسن في محافظة ذي قار، وقبل يومين تم اغتيال الزميلين في الصحافة أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة. يعني هذه العمليات المتكررة من الاغتيال والاختطاف ومحاولة ترويع المتظاهرين، محاولة ردع المتظاهرين بهذه الأساليب البوليسية، بهذه أساليب الميليشيات والعصابات، ألا ترى هذه الميليشيات برأيك بأن كل هذه الأعمال سوف أو هي بالفعل ترتد عليهم بشكل سلبي من قبل الشارع؟ يعني ربما كان هناك
في الشارع العراقي من يتضامن مع بعض هذه الميليشيات. اليوم هذه الميليشيات تخسر سمعتها حتى من الحاضنات التي كانت تدعمها. يعني أنا أقول لك هذه الميليشيات آخر من تفكر فيه هي مصلحة الشعب العراقي. نعم. وهذا الاستمرار بالقتل والخطف والترويع لهؤلاء التظاهرات، يظنون منهم بأنه اقتل واحد تخوف مئة. نعم. وهذا المعادلة لا تنطبق الآن على الشباب العراقي. كلما يسقط ناشط يخرج بدلا عنه العشرات بل المئات. نعم. وكلما يزداد بطش النظام والميليشيات تزداد ساحات الاعتصام عنفوانا وحركة بل وتزداد أعدادا. نعم. وهم يظنون بأن هذه العمليات هي كافية لردع المتظاهرين. وأيضا هذا الازدياد خاصة بعد مقتل سليماني ازدادت هذه العمليات. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى مرحلة العجز. هم ليس لديهم الآن أي خطة لمحاولة يعني تصريف هذه التظاهرات ورجوع المتظاهرين إلى بيوتهم بدون تحقيق أهدافهم. لذلك لم يجدوا إلا آلة البطش وهي اللغة الوحيدة التي يفهموها. وحتى أنت لو ترى حتى السياسيين الآن قادة الأحزاب أو الماسكين في السلطة في العراق لا يذكرون حالياً الآن الحراك. هم يعني مشغولون في موضوع اختيار رئيس وزراء، هم مشغولون في موضوع التهديدات ترامب على قطع النفط، هم مشغولون في العلاقة ما بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، ومشغولون في كل هذه القضايا ولا يتذكرون أن ساحات العراق وشوارع العراق تمتلئ بالمحتجين. نعم. تمتلئ بالمتظاهرين، وسيأتي اليوم ويضيق الشعب العراقي الخناق على هؤلاء السياسيين. نعم. ربما في فجأة ستجد هذا النظام ينهار ويذهب إلى غير رجعة. هذا يعني ما يستطيع الآن النظام. الآن القتل والبطش هي اللغة الوحيدة التي يجيدها هذا النظام. نعم. أستاذ نظير، يعني تحدثت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بأن هناك اجتماعات سرية لبعض القيادات السياسية في مجلس النواب على رأسهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتنفيذ مخططات لتحويل العراق إلى أقاليم طائفية. طبعا يوم أمس محمد الحلبوسي رئيس البرلمان عبر تغريدة على تويتر يعني نفى بشكل أو بآخر عقد هذا الاجتماع. الحديث عن الأقاليم، إحياء هذه الفكرة، فكرة تقسيم العراق، هذه الخطة الأمريكية التي جاء بها جو بايدن وغيره من صقور الإدارة الأمريكية، في هذا التوقيت بالذات طرح هذا الموضوع، موضوع الأقاليم وموضوع تقسيم العراق، كيف تقرأه؟ يعني تعقيبا على تغريدة الحلبوسي. نعم. يعني احنا مثل العراقي يقول ماكو دخان بلا نار. يعني نعم. لولا يوجد ان هناك حديث عن هذا الموضوع لما خرجت كثير من وسائل الإعلام لتلقي الضوء عليه. موضوع الأقاليم أريد أن أجيبك يعني بطريقتين. نعم. الطريقة الأولى أو الوجه الأول لهذا الموضوع، حقيقة من كان يتكلم في موضوع الأقاليم قبل الاحتلال؟ كان العراق بلدا موحدا، جاء الاحتلال وأرسى موضوع الفيدرالية وجعل العراق فيدرالي وفتح الباب للجميع بأنه يقيمون فيدراليات. نعم. ومن أصر على إقامة الفيدرالية بالعراق هم أنفسهم الذين جاءوا مع الاحتلال من أحزاب شيعية وأحزاب كردية وبعض المنتفعين منهم من غير مكونات. هؤلاء هم من كانوا مصرين على أن يتحول العراق من بلد موحد إلى بلد فيدرالي، ولربما هي الفيدرالية الخطوة الأولى لتقسيم هذا البلد وجعله عبارة عن دويلات صغيرة لا تكاد تستطيع أن تحمي نفسها أو تقود شعبها. نعم. الأمر الآخر يعني الذي الآن بعض يعني في فترة ما بعض المكونات طالبت حقيقة بإقامة أقاليم. لماذا؟ لأن هناك كان بطش مستهدف للسنة. نعم. واستهداف بعينهم، محاولة قتل، محاولة تهجير، محاولة إلغاء العقيدة التي يحملوها، كل هذا دفع بعض السنة للمطالبة بالإقليم للخلاص من هذا يعني هذا التعامل الطائفي معهم. لكن بعد ثورة تشرين الآن التي نعيشها قد يعني حفرت قبر الطائفية في العراق. الآن الشعارات كلها
ترفض الطائفية وتريد العراق واحد. هذه التظاهرات تنادي بأن من يسكن في الكردي الذي يسكن في زاخو له حق في الفاو وله حق في بغداد، ومن نعم. يسكن في الناصرية له حق في السليمانية وله حق في الأنبار، وهكذا كل مواطن عراقي له حق في هذا البلد الكريم. وبعض الدعاوي هؤلاء الذين يفكرون بطريقة رجعية بأن نحن قبل 100 سنة كان بلدنا كذا واتفاقية سايكس بيكو لم تعطينا حقا، والشيء الآخر يقول كانت تحكمنا الأقلية ونحن أكثرية، هذا الكلام منافي للواقع. لا. وهذا الكلام قد عفى عليه الزمن، نحن الآن قد ورثنا هذا البلد، كان سواء كان باتفاق سايكس بيكو أو كذا، نحن كنا جميعا ضمن دولة كبرى أخرى اسمها الدولة العثمانية، هذه الدولة خسرت الحرب وتمزقت وتشظت، الآن نريد أن نشظي المتشظي، يعني ما هي الجدوى التي نستفيد من عدها؟ الكرد يقولون نحن قد غبنا، سايكس بيكو غبنهم بأنهم قسمهم إلى يعني أجزاء في دول عديدة، وهل كنتم في يوم ما دولة موحدة وقسمكم؟ أي أنتم كنتم جزء من الدولة العثمانية، وكذلك العراقيين، نحن هذا نحن ورثنا يعني حقيقة ورثنا هذا البلد بحدوده الحالية، وإن كنا نحمل ذرة من الوطنية يجب أن نحافظ على هذا الوطن لا أن نمزقه. ماذا سيكسب الذي يسكن في البصرة من الإقليم دون الذي يسكن في الأنبار؟ لا. الكرد ماذا سيستفيدون من إقليم أو دولة مستقلة بدون العراق بشكل عام؟ حقيقة الجميع سوف يخسر بهذه الأقاليم. طبعا الفكرة المسربة عن هذه الأقاليم ليس كما كنا نظن، يعني إقليم كردستان وإقليم سني يضم السنة كلهم وإقليم شيعي يضم، لا، هو هناك يعني الشيعة يقسمهم إلى عدة أقاليم والسنة لعدة أقاليم، والكرد ربما تقسم إلى أقاليم، وهذا يعني معناه تمزيق للمجتمع، تمزيق للبلد. كيف سيكون القرار السياسي في هذا البلد الذي ينتمي إلى مكون معين في إقليم غالبيته من مكون آخر، كيف ستكون حياته وهذا المنهج الطائفي؟ هذه حقيقة هذه ربما محاولة جديدة من النظام والحلبوسي أحد يعني أعضاء هذا النظام، أن يلهوا ساحة التظاهرات عن ويحرفوها عن مسارها الحقيقي الذي هو مسار وحدوي، مسار يريد أن يعني يجلب العزة لهذا الشعب، يجلب العزة لهذا الوطن وحرفه وإلهائه بموضوع الأقاليم وموضوع الأحقيات وكيف يكون الإقليم وما هي حدود الإقليم، وبالتالي يغرق المتظاهرون بهذه الأحاديث. وطبعا خرج بيان من المتظاهرين بأنهم ضد هذه المحاولات، ضد تقسيم العراق، ضد كل محاولة تضعف العراق، وهذه المحاولات في صميمها هي محاولة إضعاف العراق، سواء كانت بمبادرة أمريكية أو مبادرة إيرانية، بالنهاية الشعب العراقي هو الخاسر. يعني ربما ممكن الاستدلال ببعض المواقف إذا تحدثنا عن الحكومات المتعاقبة أو الحكومة الحالية أو البرلمان الحالي، إذا لم يستطع لغاية الآن بعد كل هذه التضحيات من قبل الشباب العراقي المتظاهر السلمي التي قدمها أن يقوموا بترشيح شخصية مستقلة، فكيف يمكن لهم أن يقوموا بإدارة أقاليم جديدة لها قوانين جديدة ولها دساتير جديدة ولها يعني موارد؟ بالتأكيد سيدخلون بفوضى عارمة، وستكون هذه الأقاليم عبارة عن كانتونات لديها جيش وشرطة لوحدهم، ولربما ستحدث منازعات ما بين الإقليم من أجل ماء وما بين الإقليم الثاني من أجل ربما بستان أو حقل زراعي، ويدخل البلد في فوضى عظيمة، بل ربما شعبه سيهاجر مثل هذه المحرقة التي ستحدث مستقبلا إذا مضوا في هذا الأمر. نعم أستاذ نظير، لو تحدثنا عن موضوع العقوبات أنت أشرت قبل قليل، يعني الرئيس الأمريكي تحدث بشكل صريح بأنه على الحكومة في بغداد أن تدفع الأموال لدافعي الضرائب الأمريكيين إذا أرادت إخراج القوات الأمريكية، وقال بأن هناك نحو 35 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي إذا ما أخرجت الحكومة في العراق القوات الأمريكية سوف نقوم بمصادرة هذه الأموال. يعني يبدو أن الحكومة أو الشخصيات السياسية لا تدرك بالفعل حجم
خطورة العقوبات الأمريكية التي ربما سوف تفرض على العراق؟ لا أخي الكريم، أنا أقول لك يدركون بشدة، والآن الحديث بين السياسيين جميعا يعني ما أراه بالإعلام والأخبار التي ترد ليس لديهم شيء يفكرون فيه، فقط التهديد ترامب بحجز هذه الأموال، لأنهم بالأصل هم جاءوا من أجل هذه الأموال وليس لخدمة هذا الوطن. والقرار الذي يعني غامروا فيه بأنه يجب إخراج القوات الأجنبية وضمنها القوات الأمريكية، هو يدركون مخاطره، لكن لا، ليس لهم من الأمر شيء، إنما هو قرار إيراني يجب عليهم تنفيذه. حقيقة أنا لو كانت لديهم شيء من الكرامة، شيء من يعني من الوطنية، يعلمون بأنهم يتعاملون مع رجل يعني رجل إرهاب اقتصادي إذا ممكن صح التعبير عن ترامب. هذا الرجل لا يفكر إلا في نهب الشعوب، والآن البرلمان ما يسمى البرلمان العراقي يعطي الفرصة لشخص مثل ترامب هذا السارق الكبير يريد أن يسرق ثروات العراق. هم يعني لا يكتفون بأنهم دمروا البلد، دمروا شرائح المجتمع العراقي ومزقوه، ولديهم خطط يعني قلب هذا البلد من حال إلى حال، الآن يغامرون حتى بثرواته، بل الشيء الأكثر من هذا من أجل إيران، ومن أجل إيران لا ولم يمسوا شيئا آخر من أجل جيوبهم. يعني هم لديهم يعني ولا تنسى يعني حصتك، يعني لا ينسون أنفسهم. الأمر الآخر والمصيبة الكبرى الآن، عادل عبد المهدي عندما ذهب إلى الصين وربط العراق بمعاهدات تجعل النفط العراقي مرهون للصين بما يقارب إلى 50 سنة. أريد أن يعني تشرح لنا هذه النقطة أكثر في التساؤل القادم، فقط نكمل الموضوع المالي والاقتصادي في العراق. يعني عندما تقول اللجنة المالية وتؤكد بعدم وجود أي مخرج قانوني لإرسال الموازنة العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، نحن الآن في عام 2020، الميزانية أخي لا تخشى عليهم، حقيقة يستطيعون يمرروها. نعم. لأنه الآن ولكن فيها عجز نعم كبير. وسيبقى العجز. نعم. العجز يخرجوه من جيوب العراقيين، هذا الذي يحدث، يعني يقطعون رواتب، يخفضون رواتب، أو عمليات الترشيق التي كان يفعلها حيدر العبادي. نعم. خصم رواتب المتقاعدين، يستطيعون يسددون هذا العجز. الحقيقة يعني الآن تقول لي أنه لحد الآن لم يعني تقدم الموازنة إلى البرلمان لإقرارها، ويعني الآن هو حالياً الآن هل هي الحالة الحالية بأنه هناك حكومة مستقيلة ومع ذلك هي تدير شؤون هذا البلد؟ هذا مخالف للدستور، نحن في يعني كما يسموه فراغ دستوري، لكن مع ذلك النظام قائم والنظام يمضي والنظام يبطش. الأمر يعني كأنما نعيش في القرون الوسطى، كأنما ليست هذه الدولة إنما قبيلة أو عشيرة هي تدير هذا البلد. يعني الأمر موضوع، يعني مثلا الكرد هم عندما ضمنوا بالموازنة القادمة أنه ستكون رواتب الإقليم كردستان موظفين بشكل عام، أي بشكل عام أنه يعني ماشية، الأمر ليست لديهم مشكلة ليحترق العراق جميعا، يقرون على أي موازنة يقدمها عادل عبد المهدي أو يقرها البرلمان. نعم. لكن يعني وما حال بقية الشعب العراقي، يعني من البصرة إلى حدود إقليم كردستان، الأمر أنه يعني نتوقع أنه السنة القادمة ستكون سنة ربما صعبة على الشعب العراقي، كون أن هناك تهديدات في يعني من ترامب، هذه ربما ترفع سعر الدولار، وكما تعلم أخي الكريم يعني السوق العراقية تتعامل مع الدولار كعملة مرجعية، يعني الدينار قيمته بما يعادلها من الدولار. لذلك يعني ربما يرتفع قيمة الدولار ومن بعد ترتفع السلع، وهذا كله يثقل كاهل المواطن العراقي، لكن النظام يعني يصر على يعني أن يمضي بكل هذه المهالك للشعب العراقي على أن يبقى في سدة الحكم. لكن أنا أرى أن الانفجار الذي يحدث الآن في الشعب العراقي سيطال هذا النظام، ولربما الأمر لن يمتد طويلا. ربما بدأت يعني ملامح انهيار النظام أصبحت قريبة جدا. يعني إذا أشئت أن نتوسع في هذا الأمر، وممكن أشرح لك يعني عن ماذا ترتب الولايات المتحدة، كيف أن دول العالم الآن
يعني تخطط لما بعد انهيار هذا النظام، بل حتى النظام الداعم للنظام العراقي هو الآن في حالة تهديد بسبب التظاهرات التي خرجت في يعني مدن إيران. نعم. الآن هو النظام الذي يستمدون منه قوتهم، الآن هو يترنح. نعم. والأمور تمضي يعني مسارات خطيرة على النظام. نعم. الإيراني. لذلك يعني هذا النظام ربما لن يستمر طويلا، ولربما بضعة شهور وستطوى صفحته. نعم. نعود إلى موضوع صفقة الصين أو الاتفاقية بين العراق وبين الصين التي يعول عليها الكثير من النواب. النواب اليوم على تويتر يعني يصح التعبير أنهم صدعوا رؤوس العراقيين بهذه الاتفاقية، وقالوا بأن هذه الاتفاقية تفتح الآفاق للاقتصاد العراقي. يعني الصين لا تمتلك الدولار، الدولار بيد الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد الجبوري النائب قال بأن هذه الاتفاقية سوف ترهن نفط العراق لخمسين سنة. نعم، قرأت إلى اليوم. إلى الصين. في نفس الوقت نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لو تحدثنا فقط عن موضوع حدث قبل عام فقط، بأنه عندما أراد العراق أو الحكومة في العراق عقد اتفاقية بينها وبين ألمانيا وبالتحديد شركة سيمنز، ألغتها الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت على الخط وفرضت شروطها. صحيح. بشكل مباشر. هل من المعقول أن ترضى الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم الحكومة في العراق بإعطاء النفط مرهونا إلى الصين؟ أنا في هذا الموضوع أستذكر كلام للباحث الكويتي عبد الله النفيسي. ماذا يقول؟ نعم. يقول، هو طبعا يتحدث عن دول الخليج، يقول عندما تتصارع الأفيال يجب على النمل أن يدخل الجحور. نعم. وإذا أردنا أن نشب يعني هذا المثل نطبقه على الحالة العراقية، العراق بالنسبة للصراع الحالي الموجود ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين، هناك حرب تجارية ضخمة بالمليارات الدولارات، هناك عقوبات وهناك يعني فرض ضرائب، هناك حرب تجارية حقيقية ما بين الصين والولايات المتحدة. ويأتي العراق الذي هو كل اقتصاده هو معتمد على تصدير النفط، ويأتي لينحاز إلى طرف ويعني من الأطراف ويجعل من نفسه في مواجهة دولة كبرى تسيطر على الاقتصاد العالمي كله. نعم. وأريد أن يعني أعطيك فكرة عن الصين كيف تتعامل اقتصاديا مع الدول الصغيرة أو الدول ذات الاقتصادات الناشئة. يعني مثلا هي معظم الدول جنوب شرق آسيا التي. نعم. هي ضعيفة اقتصاديا دخلت من خلال الديون يعني التدخل حتى في سياسات تلك الدول، بل إنهم يعني احتلوا جزءا من أراضي تلك الدول وفق معاهدات التي قام فيها الصين بقرض هؤلاء. هذا الأمر حصل في باكستان، بنغلاديش وكثير من البلدان التي الآن يوجد تواجد صيني حقيقي في معظم ذات طبيعة اقتصادية. والأمر الآن ماذا يحدث؟ جاء عادل عبد المهدي ومن ذهب معه إلى الصين وكأنهم جاءوا فاتحين وعقدوا صفقة القرن، بحيث إنهم قالوا سوف لن ندفع دولارا واحدا للخدمات التي ستعطيها لنا الصين. وما هي الصفقة؟ هي عبارة عن تجهيز الصين بمقدار محدد من النفط يوميا ولمدة 50 سنة، على أن تقوم الشركات الصينية بإنشاء مشاريع في الداخل العراقي. نعم. وبحيث أن يعني إذا تلكأ العراق بتصدير هذا النفط أو لربما ارتفع السعر أو انخفض السعر سوف يتأثر العراق ولن. نعم. تنفذ الشركات الصينية مثل هذه العقود. وماذا سوف يحدث؟ هناك يعني قرارات عقابية. نعم. ربما لم نطلع عليها، قرارات عقابية ضد العراق إذا. نعم. تلكأ في تصدير النفط للصين. الأمر الآخر يعني أنت تضع نفسك ما بين الولايات المتحدة والصين، وفي هذه المرحلة الحرجة. نعم. ماذا تتوقع سيكون رد فعل الولايات المتحدة؟ طبعا سيكون ردا غاضبا، ولربما يعني تحاول هي أيضا تدافع عن مصالحها وتحاول بكل قوة فرض يعني قطع هذه المعاهدات ما بين العراق وإلغائها والصين. من خلال ماذا؟ من خلال سلاح العقوبات. الآن. نعم. الولايات المتحدة تستعمل هذا السلاح
بقوة، ولحد الآن ثبت نجاحها. هكذا نرى إيران بدأت الآن تترنح وستركع قريبا لما تريد الولايات المتحدة. حتى الولايات المتحدة يعني فرضت عقوبات حتى على الصادرات الأوروبية وعلى الصين وعلى كثير من الدول وحتى على الاتحاد الروسي. نعم. ولحد الآن ما زالت الولايات المتحدة هي الأقوى، وهي من تفرض سياساتها، وهي من تفرض ما تريد على دول العالم. يأتي العراق الآن يتحدى الولايات المتحدة. لو كان العراق والقيادة السياسية لديها شيء من الحكمة ولديها شيء من الوطنية أن تداهن هذه الدولة وأن تدافع عن مصالح العراقيين بأن لا تضع نفسها في حرب خاسرة مع الولايات المتحدة. ماذا حدث يعني في النظام السابق عندما تحدى العالم وذهب الكويت وفعل أشياء كثيرة؟ ما الذي فعل؟ ما زلنا لحد الآن ندفع ضريبة هذا التهور السياسي الذي حدث عند النظام السابق، والآن يعيدون الكرة وبتهور سياسي آخر، ولكن ليس لخدمة العراق إنما خدمة مشروع إيراني. يعني إذا كان النظام السابق تهور في سياساته لخدمة نظامه ولخدمة ما يعتقد أنه العراق، هؤلاء لم يرتقوا إلى هذا المستوى. هم يغامرون بالعراق بكل مقدراته وبكل شعبه من أجل دولة اسمها إيران. ما هذه السذاجة؟ ما هذا قلة العقل؟ بل يعني ما هذه العمالة؟ يعني نعم، يعني في هذا التوقيت والبلد يغلي، يعني ربما نقول تمام أوكي إنه هناك أنت تريد أن تعقد اتفاقية اقتصادية بين أي دولة، الصين، روسيا، ألمانيا، أي دولة، يعني لا ضرر، لكن أنه أنت تعول على الصين بأنه من خلال هذه الاتفاقية سوف تدافع عن نظامك في حال هدد النظام كما يدعي هو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل تصح هذه المعادلة؟ الصين لو كانت تستطيع أن تدافع عن العراق لأن لديها مصلحة في العراق كان حررت أجزاء من بلدها. لحد الآن تايوان هي جزء من الصين. نعم. لكن بقوة أمريكا. نعم. لحد الآن هي دولة قائمة، بل يسموها الصين الوطنية. يعني الصين الذي يحكمها الحزب الشيوعي الصيني تايوان لا تعترف به، تعتبره. نعم. أنه يعني حزب دخل في معركة واحتل هذه الأرض وأقام دولة، ليست دولة صينية، إنما من يمثل الصين هم هي دولة تايوان. نعم. ولحد الآن لم تستطيع إرجاعها إلى الصين. هونغ كونغ لم تستطيع إرجاعها إلى الصين إلا بمعاهدة مع بريطانيا على شرط أن يكون نظامها الاقتصادي مختلف عن النظام الصيني. نعم. هل تعتقد أن الصين سوف تدافع عن العراق؟ هذه سذاجة سياسية يعني بالغة. نعم. وتدلل على أن هذا النظام ربما يوما بعد يوم يدخلنا في مهالك، ربما ستحطم هذا البلد وتجعله من أفقر الشعوب. نعم، يعني هناك تصريحات حتى من قبل أعتقد وزير الخارجية الأمريكي قال بأنه التصريحات في العلن تختلف عن التصريحات في الخفاء. طبعا يعني شيء فعلا مضحك. نعم. هو هذا ترامب، يعني أنا يعني حقيقة على الرغم من وساخته سياسيا. نعم. في على كل المستويات. نعم. لكن فيه ميزة لطيفة يعني حقيقة، أنه الرجل الذي لا يخفي سرا، وعندما يتكلم خلف الكواليس يخرج ويمسك موبايله ويكتب تغريدة بما حدث. نعم. وهو الآن يفضح هؤلاء السياسيين يتكلمون بالإعلام عكس ما يتكلمون في المجالس الخاصة، وهذا. نعم. يدلل على أنهم ليسوا سياسيين، إنما هم جاءوا يعني كأجراء أو. نعم. يعملون لغيرهم. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.